السلام عليكم. اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع منقص. المقطع هذا راح يكون فيه تحدي. اللعب كان لعب عادي، بوستر كروميت ما ادري ايش، وقفط ما ادري ايش، لكن فجأة تحول الى تحدي على $100. شلون؟ ايش صار؟ ايش ما صار؟ شوفوا المقطع، لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه كنتم مشتركين، واذا تبون منقص اكثر اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، ولا تقصرون بالدعم، نبغى نشوف دعم عشان ننزل منقص في اقرب وقت. فاذا كان هذا المقطع الدعم عليه جامد باذن الله مقطع منقص الجاي راح يكون قريب. الله يعطيكم العافيه، خليكم على المقطع. بسم الله يا رب يجيني بوستر لو مره يا رب. انا جاهزي. يا الله مشكله. كول داون قليل مره. يا اخوان يا اخوان اتوقع اني بلغت. لا يا اخوان يا ساتر. طيب انا اللي مبلغ، خلني اتكلم بعدين قل اللي عندك. اوكي انا يوم طفت الكهرب انا ونجيب طلحناها او هو اللي صلحها، وسلوم ودابي كانوا في غرفه. طلع رقيت فوق اسوي مهمتي اشوف شيء يلمح يندبح، على طول سكرت المهمه وبلغت. سلوم وين كنت؟ اوكي عادي. انا كنت برا برا الالكتريكال. سؤال، انت صوت على الجثه ولا صوت من الكبته؟ لا لا اساسا انا بتكلم بما انه وجه تهم علي. yeah. اول شيء يا محمد فواز، انا تحت الالكتريك. اوكي طيب. انت كنت مع الميت ما اذكر من نجيب. سلوم كان الالكتريك بس بعده نزل. يب يب كان طالع سلوم، توقعت انها خلاص بيروح يعني، فاخذت راحتك قتلت. اول ما قتلت انا طلعت من الالكتريك كذا فاجأت وشفتك تقتل نجيب قدام عيوني ثنتين. قدام عيوني ثنتين يا اخوان دخلت سكينه. صحيح 100%. اول شيء اللي صار دبل كل. لا 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 اوكي دبل كل، ترى ما كان الا في جثه واحده بالالكتريك. صح يا محمد؟ لا انا انا شفت جثه واحده بس واضح ان اللي صاير دبل كل. واضح يا اخوان، شفت ايش قال؟ في جثه واحده بس واضح. ثواني يمكن مو انا قاعد اصلح الكهرب اللي فوق، يوم خلصتها الاقي شو اسمه دابي يحاول يذبحني وش اسمه بلغت على الجثه على طول. اوكي طب انا ما ادري شلون قاعد يحاول يذبحني لان في جثتين كول داون بس 100% قاعد شو اسمه ما ادري ايش قاعد يدور. نزل ذبح ذبح نزل تحت رجع يرقى فوق. طب اذا انت يبي يبلغ يوم شافك. انا تريليون 100 انك انت الامباستر. محمد معليش مو كذا الشخص يقتل سلطان. صوت انك انا عندي شيء بقوله. وضحت خويك انت. اوكي عندي شيء بقوله. في جثه بالستوري. ها محمد يقول في جثتين. انا ما ادري. انا شفت جثه واحده اتوقع قلت اتوقع انها جثه. صوت محمد فواز باينه قدام عيوني. باقي عز صوت. ها القم الامبوستر مو كذا اللي شخص يقتل. كلاش. يا الكولدان. بس وايد. افا. الجيم سريع. والله سريع. سلوم يا اسطورة. الحين ليش ما سويت معي دبل كل؟ لاني شو اسمه قتلت واحد بالستورج. طيب. شفتوا؟ قايل لكم. حولي يذبحني. انا نكبت طلعت برا خرفت. انا شاك. والله دابي اسطورتي. دابي اسطورتي اقسم بالله. برأني منها كاملة وانا اللي ذابح. هلا وسهلا. الجثه وين كانت؟ انا كنت معكم بالرياكتر. بس اي جهه جيت للرياكتر؟ خالد انا شايفه. طبعا انا شايف. اي شايف ايش صار. بس اصبر وين الجثه اول شيء؟ جثه بالكافيتيريا. الكافيتيريا مو خالد. بالكافيتيريا عند التصويت بالضبط يمين. مو بخالد. هذه التصويت الدائره شوي يمين. طب دقيقه اخوان. عندي سؤال عندي سؤال. سلوم يضمن خالد ف طب لا 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 اصبر. لا لا انا ما اضمنكم. أوكي. دقيقه دابي انت يوم انك رايح من تحت مين كنت تمشي؟ ما سلوم. انا وياه. سلوم كان يقدر يقتلني مو اسهل شيء بالحياه. لا بعد لا اسهل. طيب عزت وين كنت؟ انا كنت رايح اصلح الرياكتور قابلت سلوم و... انت جاي من تحت صح؟ من الالكتريك. بعدها يوم طلعت من الرياكتور رحت من تحت برضو صح؟ طيب رجعت انا وسلوم من تحت. سلوم راح الالكتريك وبعدين جاء. طيب بس سؤال يا اخوان، احنا الاربعه كنا بالالكتريك رياكتور. انا سلوم وفهد وخالد من اللي كان معنا بعد. ليش طولتوا بالرياكتور انتم؟ هنا السؤال. سنة انا سلوم وخالد من اللي كان معنا بعد بالرياكتور. انا سويت المهمه. أوكي. هذه حقت اليد ما ادري ايش اللي في الرياكتور. انا كنت بالالكتريك شافني سلوم توقعت مين اللي كان مسوي معي المهمه اللي تحت. انا ما ادري مين كان معي.
اصبر اصبر دقيقة نقطة نظام بس الاحمر تمرن الرياكتر انت كنت بالالكتريك شاب منك لا ما كنت متى كنت بالالكتريك متى جاي من فوق صحيح الحين قبل الريبورت بشوي جاي من ستورج الالكتريك جاي من ستورج قبلها من كنت وجهت بالكافتيريا يعني ايزي رحت من الكافتيريا للستورج وكملت الالكتريك كنت ماشي على اني بصلح شو اسمه ذا الرياكتر صلحته رحت الالكتريك من قبل طيب بعدين طلعت على شخص وانا بصوت معك يوم طلعت شافني سلوم حرفيا ضامن سلوم فاللي صوت على لازم سوي خالد انا ايدك بس يلا روح مين من تأيدني ايه وانا ايد فايده كنت بعد انا محتار بين دابي والاحمر صراحه ها شوف دابي كان معي بس انه بس طول قبل ما يصلح الرياكتر لا الرياكتر شوف كان يبدي يذبحني ويخش فينت ويطلع بالضبط اوكي بس هو اللي مصلح معي الرياكتر وكان يمشي معي حتى في الالكتريكال كنت برا انت تضمنه يا الاصفر يا الاصفر تضمنني مضمون لا تقول مضمون ها لا تقول اني مضمون انك شافك تصلح معي ها ايش ما يا خالد احمر اصفر بسرعه بلا بالواقع يا اخي بس هذا اللي عندي اصبر انا صوت دابي لا خالد دابي صح انا متاكد من نجيب شف ما جاء لك الواحد راح الدبل طيب جيجي انتو مين انا متاكد من نجيب والله يعني قلت لك احمر اصفر قلت لك خالد الحين وقف وقف الحين وش بتقول يا الطيب يا الاحمر طيب اسمعني وقف الحين نشيل انك سس من الراوند الاول الحين ايش بتقول طيب اسمعني خلني ابرر انت الحين تقولنا انا طيب ثاني تقولنا انا صح تقولنا انا صح الحشر يا فريكي طيب اصبر الحين مو بتقول خالد خويي مو بتقول انا وخالد امبوستر كيف خالد مات الدفاع اللي قاعد تسوي خالد والله قلت خويك امبوستر بس انك والاصفر بس انك سويت ايمرجنسي انا مو واضحه وضوح الشمس قدام عيني وضوح القمر الاحمر خلني ابرر اللي شفته دخلت الكتكل لقيت سلوم ودابي مسوين دبل كل على كلاش وخالد وخالد كان يتفق معي ان سلوم سوى فن والحين هو ميت طيب يعني انا شايفك قدامي تذبح يعني زين طيب يا الاحمر شايفك قدامي انا كنت اسوي مهمه في لعبتك الفوق يا فريكي والاصفر يا الله انا بديت اشك الزبده ما ادري الشباب يا فريكي والاصفر تبغى نضمن الجيم هو لازم تصوت لازم تصوت فان انا اول شيء نضمن الجيم ونطلع الامباس الاول والثاني عاد خلوها فريكي وعزه بالعقل خالد وعزه مع بعض انا قبل شوي انا وياك قاعد اخلص حديث خالد كان يقول يتفق معي الحين ميت كيف انا بالله كيف بذبح يعني شباب كلكم صوتوا بس تتهمني ليش؟ عجز صوتها لمن؟ القم ما اتهمت؟ جيجي يا اخوان تتهمني كلامها جيجي القم مستوى حصلنا الامباستر مو كذا خالد مو كذا الامباستر مو كذا تفضل عزة الأحمر لقيت الدم عيني رحت أصلح الأوتو لقيت الأحمر والجثة عنده بيسلموا وانت يوم انك نازل جاي مين يوم اني نازل؟ اي يوم جيت مريت من عندي ما كان معي احد طيب سلوم فريكي انا ضامنهم انا عن نفسي قاعد احاول افك البطاقة اللي عيت تفك ما ادري شو الله والله لا صوت عزة يعني كلاش الثاني يا عيال لان انا شفت بيسلموا فريكي وعزه هو اللي سوى ريبورت هي وش الكلاش يا رجال لا تقول وش الكلاش انت الامبوستر يلا شكله انت خالد معليش يعني يا رجال على 100 دولار يلا تعال 100 معليش ها يلا على 100 دولار اصبر 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 دولار هذه عليها 100 دولار اصبر كلاش ها ليش كلاش اصبر على 100 دولار يلا على 100 دولار بس ثاني على 100 دولار من اي ناحيه يعني وش التحدي انا اطلع امبوستر انت تقول انك انت امبوستر انا اقول انك امبوستر 100 دولار من طرف اذا انت امبوستر لا من طرف كنت الله وافق اقول شباب صدع يا خالد والله معليش يعني صراحه والله خالد انا اتمنى انهم يصوتون علي واطلع واخذ ال 100 دولار موافق خالد
صوت على عزة عزة انت شفت كلاش؟ لا بيسلم انت شفت كلاش؟ لا عزة انت شفت بيسلم؟ بس هذا مو دليل انه كلاش. طيب انت شفت انت شفت بيسلم؟ انت قلت على 100 دولار صح؟ انا مو ابي 100 دولار يلا انا بصوت على نفسي. يلا تسوي ديسكاونت 50 مو كذا 50 والله يا رجال خير ونعمة بس يلا عزة عزة صوت ها؟ شكله بيسلم خلني انا لا 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 شيك خالد الخمسين الخمسين والله استغربت يا مقهاد انا مو سلوم كيف كذا يا عيال النكب يا اخي ما في تحميم ملفات الا الا في في صرف الاهلك خالد الله يقطع الشيطان هذا انا ما فاهم في اللعبه فما ادري ايش صار صدقت على طول عطاه ما في تحميل فوق جيب بس جيب حق يلا يلا ريكي تعال معي وامشي معي بس مو دائم تمشي معي لانك بتنكبني كذا سلوم انت سوى حاد سوى سوى انا اللي قلت اسال عزة انا اللي قتل يا رب بوست يا رب يا سلام راكي دوري قايل له دوري قايل له دوري قايل له يا ساتر يا ساتر يا ساتر دا خالد ميوت اما السلام عليكم اول ما قال خالد عرفت انه في جثه بقول لكم وان اول شيء اماكنكم دابي اوكي اول شيء انا بالادمن وعلى ما اظن ان اذا في جثه بالالكتريك فبيكون محمد والاحمر طيب حلو انت شفت محمد والاحمر الكتريكال ياب وشفت اول شيء شفتهم باللوج شفتهم باللوج يعني بعد ما نزلت تحت لقيتهم رايحين للستورج تاكد طلع الاحمر ومحمد فواز عيال احد شاف دابي في الادمن سنه طول الوقت قاعد من ما شافني مين ما شافني بالادمن انا تحركت من الادمن اصلا فريكي كنت في النافيجيشن وين رحت انا الصراحه قاعد اتمشى الفره ها ايه طيب هذا اول سس ثاني ايش سس اصفر يعني مشكوك فيه مشبوه به طيب يا ما اعرف اماكن ايش دران سس صغير يعني لانك على الفره عليك حلا اوكي اوكي معلش اسلمهم بس خلاص ثلاث اشخاص ضامنين بعض وانت ثاني وانت وفريك الضعيف انا ما شفت الا جثة كيف حطيتوا انه في دبل كل هنا كيف انت ضايعين معلش والله وضعك مغريب انتم معلش ترى انا نسيت احط ميوت بس لا تمشون على صراخي نصيحة يا جماعة سلوم وقف تبي دليل ثاني تبي دليل ثاني يا سلوم ايوه دليل اقوى من القبل طيب لو كان مثلا محمد والاحمر بما انهم يمشون مع بعض اوكي المفروض ينتهي الجيم اوكي بس فريق طلع وفريق الامبوستر فبقى واحد اللي هو انت طول الوقت بالادمن فانت اللي هو انت طيب انت في الادمن شافوك في البدايه ضمنت وضعك رحت وضع على وضعيه اني انا للحين في الادمن شباب زي ما قلت انت في الالكتريكال تحت اليسار اوكي انت ضمنت مكانهم رحت قتلت رجعت الادمن بس بسيط في جثه الكتريكال انا ما ادري ما شفت انا شفت جثه بيضة فقط لا غير ما شفت ولا شيء ثاني سلم يمكن كلامك صح انت صوت عليك يكون معليش سلم بس يعني هذا والله شين ها يا الاحمر باقي الاحمر صوت ايزي شباب انا ادريكم صوت عليه والله قاعد تمشي مرعوب شلون نقتل سلم يا نكبه اي مالي كذا مالي اني اطلعك ترى اسمعني مو قصه طلعني ليش قلت لي انا اصلا في النافيجيشن انا يوم قلت لي توترت اقسم بالله تدري اي لا لازم ما ادري لازم انكبك عشان ابرر نفسي لا انا بكذب المفروض ما تقول انا وين كان انا بكذب يعني ضحك يا اخي خلاص بس بقول لك انا قلت انا اخر شيء شفته بريكي كان في النافيجيشن الادمن كان يشوفها دابي يعرف الاماكن يعرف انك في النافيجيشن هنا في واحد ترى حتى انا فدابي لو بكذب دابي بيقول كذاب انت قاعد تبرر فريكي فهمت بالضبط كلام سلوم 100 100